إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله عزيز. إيمانتي يوم أبو أكبر من يدل جنبكم في وفي هذه الحديث إيه فريدة تعود علينا فلسطين تعود علينا أحزانها بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها تعود نعرف الآن ماذا قال الرسول الكريم عن تحرير القدس ومع الحديث الشريف والطالبة فريدة يوم السجود الجنوب إلى بيئة بين الديسيوس وعصير دوي أدي أنكم تمانا سيوكم تيغاء جيتا رجل التي وكذيوس يسير خليز من بريف إن يانو إلو خبغاد ورجوز كأسكو وغضر في جنجين إيه سوان سي إلا تاتي وما تشيد زيون بيت المقدس إلا قواد بيت المقدس روى الإمام أحمد عن أبي إمام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من يأتوهم قاتلين لا يدعوهم من نراهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قل يا رسول الله رأينهم قال ببيت المقدس وأبناء بيت المقدس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيبكم ما بينكم ايه؟ انتوا في سبيل الكل جنس من الاسم وسيبكم في سبيل الخاطر من الدين والاختبار من ايه والعيون Je suis complètement en question un jour je viendrai. Et avec la racine d'aujourd'hui et les nature. Attendez-moi, elle n'est pas une nana à l'arcaïne. Moi, la porte de la chaîne, moi, je vais vous faire. Attendez-moi, elle n'est pas comme ça, vous y êtes. Moi, la halte de la rive, il y aura un colloque. Abaham, Abaham, tu es un peu de la vie. Elle est 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 un peu de la vie. لست محزوما ما لم تتقاوم. نقلت الى بيت الله من خوفيت الخليل التي موت خوفيت في صالح الرمله لقد ظنت خوفيت يعقوب طول الكرم لقد ظنت خوفيت موسى اريحا لغيصون ظنت من مشتيس بيت لك اللي صوت بيت خوفيت اجل زال الجبال واذا جيب لا بيت واكسل جد المدكي الاسرار ايمانتي روم كنت صفاهم التي تسجلت الارض مثل الفلسطينيه اللي تليق وهذه حاله فلسطين مدينة أبي الأنبياء الكريم ومنزل نبي الله صالح الرملة ووراءه سيدنا موسى أريحا وموجد سيدنا المسيح بيت لحم ومسكن سيدنا المسيح من الناصرة ومجتمع الأنبياء في القدس يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى والآن دعونا نعرف كيف قامت حياة الصهيونية بخلال القواعد الفلسطينية مع الطلاب حلا ورؤى. طب اليوم في بين جميع أفشار أبدس وفوبان كوبولجي وبنيهم يتاليهم فلسطينهم ونشوفوا لكبان ومش باقوهم مزيد لتطوير المنجرين ومرضين أرمومي وشبيه تطوير مبارلي بوقوهم فلسطينة دعنا بيوم اليهود الانضمام إليه في حملتها على رأس عام 1798 لتطويرهم في فلسطين ولكن فشل الحال على دون ذلك ثم عرضوا عدد مؤتمرات يهودية إنتاج بإنشاء المنظمة الصهيونية والاستعداد لإقامة وطن يهود في فلسطين على حساب العرب وأدعو أن أمريكا هم أكثر الدول لذلك فأصدر بألف وزير تربية إن القرى وعدم اليهود إقامة وطنهم في فلسطين عام 1914 كيف أوتوماتي عيني بني أمواني من فلسطين؟ نعم نجيل أتوني لديسي وأنا سيزن نجيل بلدينا فلسطين عمد العرب إجيب أمريكا بلنكاتيا بزيطات المدامي إيه جيفين؟ قوم ديكلامي لأمريكا بدأ اليهود في الهجرة بأعداد كبيرة إلى فلسطين وخاصة بعد أن احتلت بريطانيا فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى ثم حالت انجلترا الأمر إلى منظمة الأمم المتحدة التي قسمت فلسطين بين العرب واليهود بتخطيط من الولايات المتحدة الأمريكية وقام اليهود بإعلان دولة نشوف أوضة الدول إلى ذكر بإيزاغا إن كنت مدرسة كبار تمدين إيزاغاكم ما تجد دوريسي توسعت اليهود في حربهم مع الدول العربية عام 1984 لتستولى على 73% من أراضي فلسطين بما فيه المدينة الأكبر من القدس وقام اليهود بمتابعة الدول العربية استخدامها الدنيا السنة. يوم من عبور جميل من شفاط شعجوسي إسماعيل أكبيل بانك غزا إلى شي جيوداني عن شوف موقع في لان فرنسي فانت يمكن فاسيو إسرائيلين دولة في قوى فلسطينيين إكبيل. في حرب 1963 احتلت اسرائيل قطاع غزه والضفه الغربيه بما فيها القدس الشرقي وفي عام 1987 بدات انتفاضه شعبيه ضد الاحتلال الاسرائيلي في الارض الفلسطينيه المحتله. وتبنينا في الدش تشهر على قصه تقييم دش الخليل اقوى بيئه انجليزيه انتفاضه اسرائيل امر كل سواق سوري لمنطقه الكفاءه الجرداني بحماس كل
الأخبار؟ أين تعلمون حالته؟ أين تدفعون الأمين؟ أين هم رؤساء العرب؟ أين هم؟ صبرا صبرا يا المسلمين، هم يطلعون وأنا سألني بيني وبين سواينا. سلام؟ على أي سلام تتحدثون؟ لأن تجاوزنا مسجدكم الأقصى، حفظوا تحته ليلا ونهارا، ارتكبوا أبشع النجاة في حرب الأقصى، قتلوا أطفال وهبلوا البنات والبيوت. كان معكم المقدمة والنهاية طالبة مريم تحت إشراف دكتور شيماء القطان.